التواصل يستمر مشاهدينا عشاق الأصالة، وأشواطنا تتوالى في ميدان سيف العرب بالأثار الجميلة وبهذه الشعارات المتشكلة في ألوانها بالتوقيتات بكل ما هو جميل يحتوي سيف العرب خصيصا في هذه الأيام وفي هذا الموسم من مشاركات فعالة وجميلة ورائعة. شوط المهجنات الأبكار لأبكار أبناء القبائل انطلقت لا يقل أهمية عن الأشواط الماضية، شوط يحمل من المهجنات اللقاية اللي صارت وجالت في الحقائق واللي قدمت الكثير. أبحر في عمق الميدان وتقدم إلى المركز الأول، تسيطر أرام وبن قطامي وشعاره، بن قطامي وشعاره المتألق دائما وأبدا خصيصا في هذا الأسبوع. ثاني بن محمد بن ثاني بن قطامي الذي ينطلق في هذه، محمد بن ثاني بن قطامي الذي ينطلق في هذه الانطلاقات ويندفع ويقود الشوط بسرعة هائلة، بينما المركز الثاني تتقدم في ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء اللي تنطلق على المركز الثاني. بنشوف هنا وصلت في هذه اللحظات وتقدمت هذه شباب مسلم بسالم بن ناصر بالمر العامري يتقدم مع المركز الثاني بالقرين وراعي الخشمة يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام، وهذه مخصة، هذه مخصة تعود ملكية محمد بالقرين العامري على المركز الثالث، المركز الرابع من الجانب الآخر لشامس بن معتوق العامري المقامر ينطلق على المركز الرابع. أما المركز الخامس عندك يا بن زاهرة، وهذه مطفية مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي. المركز السادس وصلت في سادس المراكز وتقدمت النشلة لسيف بن علي بن سيف بن علي الخاطري. المركز السابع شوف اللي وصلت، هذه 27 تدخلت في هذا اللحظات وتقدمت ابعاد انتم ولا قريبين. حربي بن سليم بن حربي العامري المركز الثامن اشوف عليه دخول، المركز الثامن مخلاب وسلاله مخلاب، سلاله مخلاب الضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي. والمركز التاسع هذه اللي وصلت اللي تقدمت، يا سلام، شموخ سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم. والمركز المركز العاشر تقدمت فيه ووصلت في هذه اللحظات نجود ونجوى، نجود عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان. شبهت شروى نجود ونجوى ابكار الفلاسي سيدي حمدان. نجود ونعود الى المغامر، نعود الى بن معتوق، نعود الى اهالي الهير، نعود الى اهالي الجبيب في هذه الانطلاقات. كم رقمها يا بن مسعود، كم رقمها لناخذ اسمها. هذه انطلقت مع بن معتوق، مع بن معتوق المغامر على المقدمة النادرة. شامس بن معتوق العامري يتقدم بالمركز الأول، يقود هذا المسار واليها في بطانها، ولكن لا زالت المسافة. المركز الثاني يا سلام، شباب مسلم بسالم بن ناصر المرة العامري من أحد الشباب المقدمين هذه النوعيات. المركز الثالث شوف اللي يترصد للفوز، شوف اللي يترصد مشاهدينا الأعزاء، هذه اللي وصلت شموخ سعيد بن محمد بن حزيم يتابع، بن حزيم يركز. المهجنات، أول أشواط المهجنات، ثاني أشواط أبناء القبائل ثلاثية، والرابعة رقم 27، وهذه مشاهدينا الأعزاء إبعاد لحربي بن سليم بن حربي العامري. أما الثلاث اللي بهنزان الميدان شوف يا مصورنا بالمر
بالمرة بالمرة العامري بالمرة العامري مسيطر على مقدمة الشوط يقودش شبابه شبابه بنت الشبابي شبابه بنت الشبابي سلالة أسد الميادين أهالي الهير مسلم يا مسلم تسلم يا مسلم تسلم يا مسلم بنت الشبابي بنت أسد الميادين انطلقت بالمركز الأول انطلقت بالمقدمة بنت الشبابي ما تغابي سيطرت على مقدمة الشوط انطلقت بالمقدمة تهانينا تهانينا مسلم بن سالم بن ناصر بالمرة العامري وسلام يا هالي الهير وسلام يا سلالة الشبابي سلام يا سلالة الشبابي أعلنت انفرادها بدون منافس على الأطراق تهانينا والناموس لحظات الوصول المركز الثاني من وصلت في غرام سعيد بن محمد بالحوته العامري والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام لشامس بن معتوق العامري النادرة المركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام عاد الحربي بن سليم بالحربي العامري والخامسة الخامسة رقم 21 اللي كانت تنافس نعم هذه الشامخة سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي هكذا كانت النتيجة تهانينا وسلاماتنا ذهبت لأهالي الهيار التوقيت الزمني 6 دقائق و6 ثواني تهانينا وناموس